مشاويرنا بتحلى برفقتكم مشاهدينا، واحلى مشوار لما بنقضيه بريفنا السوري الجميل. واليوم اخترنا لكم يكون مشوارنا بقريه الجديده، هاي القريه الجميله اللي مثل ما عم تتابعوا يقع جزء منها خلفي تماما بعمق هاي الطبيعه الجميله اللي هي عم تشكلنا اجمل لوحه طبيعيه ساحره. طبعا هاي اللوحه خلينا نقول اللوحه العذراء، الطبيعه العذراء الجميله جدا اللي مستحيل انه مهما انه حدا يتدخل او يحاول يغير بملامحها تبقى الملامح الطبيعية هي الأقوى بجمالها. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامجكم مشوار سوري. تذكروا أكيد المشاوير الحلوة هي المشاوير اللي برفقتنا بتكون، ومشوارنا الأحلى لأنه ببساطة هو مشوار سوري. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. مشوارنا بدأ اليوم بقرية الجديدة. انطلقنا الآن إلى القرية عبر الطريق الرئيسي بين قرية حبيت وعين التينة. نلاحظ تجمعات غابات الصنوبر الكثيفة على جانبي الطريق، وكأن الطريق يأخذنا إلى منتصف الغابة. بدا الطريق مريحا جدا. المنطقة جبلية والطريق بدأ يرتفع بنا وبدأنا نشعر بارتفاعه. التربة بدت بيضاء في الأماكن التي يتراجع فيها الغطاء النباتي، وهذا يدل على أن التربة ذات طبيعة كلسية. الهدوء يعم المكان، وأينما تنظر ترى مسحة من اللون الأصفر الناتج عن تفتح أزهار الربيع وتحديدا أزهار الأقحوان.
أينما ذهبت في هذا المكان ما يلفت نظرك في كل مكان أتى النور. هذا البناء التراثي الشعبي الذي يعد مصدر رزق للكثير من الأهالي، وكان لابد من أن نتوقف عنده كما يتوقف كل زائر في هذا المكان. كانت المرأة المسنة تصنع الفطائر بكل محبة وشغف وحماس وترحاب، وكأن أصابعها تنسج منسوجة من الحرير تتراقص على قطع العجين. بدأ الطريق إلى الجديدة في هذا المكان بالتعرج، وبدت أشجار التوت والزيتون بالظهور أكثر فأكثر. وكلما ارتفعنا أكثر نلاحظ الخفاض الملموس بالحرارة وبزيادة علو وارتفاع المنطقة. تتكشف أماكن أخرى أبرزها سفوح الجبال القريبة المتصلة مع بعضها بعضا، ويزداد صعود الطريق. وبالقرب من الجديدة بدت التلة الواقعة عليها قرية عين التينة، إضافة إلى العديد من القرى والبلدات المجاورة المحيطة. على هذه التلة بدت النباتات الحراجية تغطيها، وهناك خطوط لأشجار السرو المشكلة لسياجات طبيعية حول حقول الأهالي. ما زالت البرودة تزداد، وهنا شعرنا أننا ندخل إلى غابة من أشجار السنديان والبلوط والخرنوب، وعلى ما يبدو أنها أعلى تلة بالقرية. من هذه التلة المرتفعة بدت الحقول المزروعة، والتي أكدت أن السكان يعتمدون على الزراعات من أجل تأمين قوت حياتهم. ومن أهم الزراعات التي تشتهر بها الزراعات البعلية كزراعة الحبوب كالقمح والعدس والثوم والبصل، وأيضا يلاحظ ميل البعض لزراعة الأشجار المثمرة كالتفاح والتين والعنب، لكون المناخ يساعد على تنوع المزروعات المختلفة من أشجار وشجيرات وحتى النباتات العشبية. كما يوجد 6166 دنما بإحصاء أخير، وهذه مساحة كبيرة، وهي مساحة الغابات في الجديدة، وبالتالي توجد نواة لمشروع مركز دائم لحماية الغابة. قرية جديدي، قرية جبلي، محاطة بغابات السنديان، تقع في منتصف المسافة ما بين اللاذقية وصلنفة. الارتفاع الوسطي ما بين 550 و 600 متر عن سطح البحر، ملاصقة ومجاورة لقلعة صلاح الدين، أهم معلم أثري في المحافظة، تتبع إداريا لمنطقة الحفي. عدد سكانها حوالي 1500 نسمة. وأكيد مشاهدينا بمشوارنا للريف وللجبل أكيد ما بيحلى المشوار إلا بالنغمات الجبلية الطربية الأرض. لما على الأرض خبطت قدمها دعتني أعود أتذكر قدمها، والله ولها المهجي كما شاءت قدمها، هدي أم تجارب أم طرب. يا باي 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 يا باي، عندك بحرية يا ريس سمر الشرقية، يا ريس والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيبي يا ريس. قرية الجديدة جبلية ذات طبيعة وعرة،
تتميز بغابات سينديان وبتنوع نباتي هائل بارتفاع وسطي ما بين 450 و550 متراً عن سطح البحر، وبمنتصف المسافة تقريباً بين قمم جبال الشعرى والبحر المتوسط. تقع على محور الطريق السياحي المؤدي إلى قلعة صلاح الدين، وهي من أهم المواقع السياحية بالمحافظة. والأهالي هنا يسعون لتحويلها لمنطقة سياحية من الدرجة الأولى. عدد سكان الجديدة نحو 1500 نسمة، وهي قرية صغيرة لكن يميزها الموقع المتوسط بالارتفاع بين الساحل والجبل ووعورة الغابات المتنوعة بالأشجار المختلفة، أبرزها الشجيرات العطرية الطبية مثل الزعتر الخليلي والزعتر البري، ونباتات علاجية أخرى مثل العجرم الذي يصنع من رحيق أزهارها العسل المعروف بعسل العجرم، وهذا الأمر جعلها مقصداً للعطارين. في مرة لحقتك صبحي للصيف الصاحي تعبتيني ولولا شوي سلمت سلاحي. أهلا وسهلا فيكي وبضيعتنا بجديدي خالتي، وأنا أم عاطف وبربي البقرات، والله ولا في شيء هين ولا بحب ترباية البقاء، وبيجوا التجار بياخذوا الحليبات بيسووا لبني سوركي لبني جبني. ترباية البقر ممتعة وكيسي، بس والله صعب يا خالتي، وما نعيش من وراهين وعايشين بالضيعة، اجباري بدنا نشتغل تاني. راحة بالك الله يخليكي، لو فيكي طالك ما بطالك ما نسخى فيكي، خليكي براحة بالك الله يخليكي. الجديدة قسمان، البلدة القديمة بالقرب من ينابيع المياه، وأما البلدة الجديدة انتشرت مساحتها أكثر وتوسع السكن للمناطق الأبعد عن نبع المياه نتيجة تطور الخدمات في القرية. الجديدي اسم سرياني، الأرض الجدد، والأرض الجدد يعني الأرض الصخري. في نهاية الصخرة التي بنيت عليها جديدي بنيت قلعة صلاح الدين، وحجارة القلعة من موقع كتف المقتلي في قرية جديدي، وهناك طريق يسمى حتى تاريخه درب السكي، درب سكة العربات الروماني. جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا، ومهما مهما الدهر غطيت وجبلنا، قال نبقى نبقى هون ما بنترك، قال نبقى هون ما بنترك، جبلنا ترابك سوريا أغلى من الدهايب. يا هلي يا هلي يا هلي، أوف أوف أوف. جمال هذه القرية ينعكس بشكل مباشر على جمال النفوس وطيبة أهلها، فإذا أتيت إلى الجديدة
فإنك لن تنسى هذا المكان مطلقا، لأنه من أروع الأمكنة التي تبقى في الذاكرة. وديني وبلا البيان ضيع يما الضيعة، وديني وبلا البيان إلى نبيعك بوش الدور تضيعنا تضيعنا القلب ببيروت، جينا نبيعك بوش الدور تضيعنا تضيعنا القلب ببيروت. الدبق هو عبارة عن شجرة بتصير عندنا بالساحل السوري، أكثر شيء بتحب الدفا اسمها الدبقة، بصير فيها حب، بصير الحب قد حبة الخوخ، بنجيبها نحن بعد ما بتسوى بتجهز بتكون ناضجة صفرة، بنجيبها على البيت بنحطها بوعاء كبير وبصير عملية شرق منشان القشري، بيتم اللب اللي داخلي فقط لا غير. بنعجنه مع عسل جبلي طبيعي، والعجن بيستغرق شي حوالي 3 أرباع ساعة، وبعد منها بنجيب هالعواد هذولي، بيكون العود فاضي مثل هاد ما بيكون له دبق، بنحطه بالوعاء نفسه وبنحط بالإيد هيك وبنفتله. العود مصنوع من شجرة الريحان أو شجرة الزرود، هدول أفضل شيء، لأنه بيكون مستقيم العود، يعني إذا ما كان مستقيم بيصير صعب شغله. وبنجيب بقى نحن بالبيت بنحط الدبق من تحت من الأسفل باتجاه الأعلى، وبعدين في طريقة بس صار الدبق عليه في طريقة الفتل هيك بالطريقة هي، مشان البزر بيطير البزر على الخلف، بيبقى الخلف بس الدبق الأساسي الممزوج بالعسل، العسل الطبيعي طبعا ما بده يكون مغشوش، وبدنا نشفه 48 ساعة. بعد 48 ساعة بيكون الدبق جاهز تنصليه على العصافير. وبالنسبة للصوت اللي عم تسمعوه، هذا صوت السمون صيد، وهذا صباحي وقت اللي بيكون قاطع من تركيا باتجاه الأراضي السورية، هذا بيكون جاي لعنا. هاي النغمة صباحي اسمه، هاي سريكي حديثي غير التفتاف القديم البدائي. هاي السريكي هاي بنحطها بين الدبق متوسط بين الخلوف، وبيزل الطير اذا بيكون ارتفاعه 2 كيلومتر بس مع صوته بينزل على الخلف، وبنكمش سمن وشحرور ممتاز. وهي الطريقه البدائيه هاي كانت تعذبنا، ما تعطينا نتيجه لانه الصوت ما بيطلع قوي هيك. عندك بحرية يا ريس سمر وشرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيبي يا ريس. عندك بحرية يا ريس سمر وشرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل يا ريس. ريحة أراضينا يا ريس عم بتنادينا يا ريس. أهلا وسهلا فيكن كلكي، وبقدوم كان وكيف ما صورت وكيف ما سويت، وأهلا وسهلا فيك. ما الجديد ضيعتنا طول عمر الجديد محل قلعة صهيون مشهورة بالدنيا. الضبيبة مصنوعة من البرغل واللحم والبصل والبهارات، ومسويهن نقعن مسويهن نحشيهن ونقليهن ونسلقهن ونحطلن توم وزيت وحامي، هاودي الضبيبة. حلوة يا بلدي،
هي الحجرة خريزة الباطوس. خريزة الباطوس من التراث القديم، كانت تستعمل لقشر الحنطة من أجل تحضير البرغل. كانت تنحط على حرفة وينحط فيها محور خشبي. الخشبي تنربط بمحور الباطوس، الباطوس الدائري على ارتفاع حوالي المتر. الباطوس ارتفاعه متر. في منتصف الباطوس فيه محور قابل للدوران. محوره فيها خشبي. هاي الخشبي بطرفها الثاني يجر الدواب حول الباطوس. حول الباطوس فكانت تدحرج، هالدحرجة تقشر الحنطة. وهون حجرة المعرجليني. من القسم السفلي من هون حجرة المعرجليني، أنا عاملها هون ديكور. هاي الحجرة كانت تستخدم لحدل السطح، سطح الترابي. وقت اللي ينزل أثناء فصل الشتاء ينزل مطر يتشقق السطح، ينزل وقف تحت بالبيت، فكانوا يطلعوا عن طريق قوس ينحط حول هاي الحجرة ويدحرجوها على السطح، يحدلوا السطح، يعيدوا ترميمه بحيث أبقى يدلف لتحت. يا قلبي كل ما عجفني بك مشاي، وروح اسأل لي حبايبنا بك مشاي بك مشاي، والله وعساك تعود متوفق بكم شي من تراب مش عليها الأحباب. يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي. ولهون منكون وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم مشوار سوري. قضينا مشوار جميل جدا اليوم بقرية الجديدة، انبسطنا كتير أنا والفريق. رح نغادر هلا لحتى نفكر نحن بمشوارنا القادم وين رح يكون. رح نغادر هذا المكان ورح نحمل معنا كم شيء من الذكريات الجميلة والرائعة اللي مستحيل ننساها، ومستحيل أي حدا منكم فكر يزور قرية الجديدة إنه ينساها، لأنه فعلا هي من أجمل القرى والأماكن الموجودة بريفنا السوري. وتذكروا دائما إنه مشوارنا هو الأجمل، لأنه ببساطة هو مشوار سوري. مع كل المحبة بدي ودعكم أنا والفريق وإلكم إلى اللقاء.